وين بقى رئيس البلدية والسكينة لو بالك شكورها تقولوا لها الانتخابات تتعبوا الشعب لمني تتعبوا الشعب في انتخابات ونهار المشكل كما هاك شو ربي قلبنا اللي قلبنا وقال لكم هاتوا ما تسكنتوا له هاتوا ما هذا مش بني فوضوي هذا مش بني فوضوي هذا بني تبع البلد انا شفت دايره ما نعرفوش اصلا قاعد ما نعرفوش يا لكن والله ما نعرفوش شنو رايك فينا هنا لا اسمع احنا واحد كان حلاوه كده انا ما راح نقول في هذا ورا 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 نقول في الدنيا ورا لا قيم لكم في جاي تمويل يوم فيه بس كل واحد يقول لك انا ندير دين يدير بس يقول تحيه الدار تحيه الحكومه تقلبوا من الولاد ما كانش المخرج المخرج راح يدير السكين خلاص راح خلاص في هذه الحالة هذه كل مرة المرة الفاتت الثانية كيما هكذا دائما مع الوالي دائما مع الوالي دائما مع الوالي دائما راح على 5:30 قال لك برك يجوا نديروا لكم حل ها وراح كاع ما بان عليك حتى اخبار كاع المشكل هذا من 78 رانا في المشكل هذا عمرهم ما شافونا ولا كاع لا شي رامينا عندنا داري ديجا قلنا لهم رامينا شحال من خطرة درنا لي بوسيبل درنا كاع لي بوسيبل وراك شنو فيها هي تاعنا حنا شي نلاحظوا راه منذ اسبوعين خدمه 24 في 24 باسكو الرئيس راه جاي هنا اسمح لي السونتر فيل قلعوه الجدر جديد قلعوه باش عاودوا كل شيء جديد اي والله وانتم هنايا ما لا تقولوا والو راه مليانة راه قاعد دوك لازم راه كل انا عندنا كم ولايه كم واحد ايفون ولايه وسبيطار راه قاعد راه كم واحد لا شوف الماء هذا الناس حوسوا الرئيس راه جاينا الرئيس جاي في راه جاينا الاخوان يا خدموا له كاع في البلاد الولايه هذه والله ما كاين حيه راه شوفونا هنايا راه شوف شوف الماء الماء شوف النيفو تاع الماء شوف المرة اللي فاتت كان فيديو ثاني مثلا على هذا الفيديو ذكرتو فيديو روحت شكيتو عند الولاية نفس المشكل نفس الحكاية معناها ما كانش معناها إجراءات تتنفذ في وقتها شوف 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 كاين فيديو جديد هنا دونك هنايا كاين مشكل فلسطيني شوف 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 لازم تأدي وجبة في كل وقت خلي الصورة هي تتكلم ما ليش انا ناظر هاي الصورة هي اللي تادرك شوفها هاي الباب طرقك هاي مقوة ايه صوت 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 هذا وين جاو هذا وين جاو هذا وين جاو هذا وين جاو شوف شوف انا نحضر شوية انا نحضر شوية ماذا بنا شرطة نطلب من السلطات المحلية
اخبر اخبرنا عام الاول في الدوري الاول اعطانا وعد قالنا نعطيكم وعد ان شاء الله سنين اسمه هذه نكملها نهدمها. ما لا سمحني هدرنا مع الوالي ثاني قلنا نشفوا الماء ونجيكم ان شاء الله نخدموا السينما هدرنا مع السيد رئيس البلديه الصباح قال لك شكوى روح قال لك شكوى ربي خلينا نقول هذا رئيس البلديه رئيس البلديه قال لك شكوى ربي ما تشكوناش روح شكوى ربي هذا الشيء راه جبد الماء راه خرج كاع جبد الماء راه شوف عنك شوف عنك شوف عنك ما كان حتى واحد يبدل منها اروح شوف 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 القش قلنا الماء راه غادي من ديك ما خليش راه حيفرد ما جاب الصباح الا شافو جا جا الماء راك عارف لك دار جا حطنا هنا باش يدخل ما حبش يدخل القش تاعنا راه القش تاعنا راه الفريج دار حرق جانا 10 جات 10 ساعات جانا 10 جانا 10 العوين الزلاله ما لقينا ما نديرهم شوف هذه الموسم تاع بدات هذه راه من 3 تاع الصباح من 3 تاع الصباح 3 تاع الصباح راه كيما 3 تاع الليل الفريج دار قش صغير كاع راه الشعب واحد وبارك ما كاين لا سلطات لا حمايه مدنيه لا حتى حاجه السلطات راه جات يلا 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 اي ياخذ يعني قاعد كنت كثير قاعد كثير قاعد كاين حاجه ثانيه ما وصل الحاجه كل عام لان كل عام دوك كل عام دوك سي الوالي سي الوالي سي المير قاعد طلع لابيوي كاملين ما كاش اللي جينا هنايا يعطينا وعود يعطوا وعود والقدوة الشيء اللي غير الشيء اللي غير هو اللي انا شفناه درك المشكل اللي راهم يتكلموا عليه الناس هو انه لو سونتر هذيك قلعوه قلعوه داروا له قدوه جديد وحبوا فيها والو باش يفوت سونتر فيل يا خويا خاطر جاي بوتفليقه سونتر فيل جاي بوتفليقه راه جاي سونتر فيل بوتفليقه انا ما كناش بوتفليقه انا اللي نتكلم كيما هكا جانا 10 طرحنا عليه الاشكال تاعنا قلنا شكون قال لكم تكتب في واد انا نتكلم في هذا انا عاشر انا ثاني ولد المنطقه اللي شفت بعينيا معناتها لي بوليو هادو هذه هي الحاله تاعها دابا واحد يطار يقول لك شكون قال لك تسكن في الواد راني جيت معناتها ما تقني لكم انا والله يسهل عليكم هي المنطقه هذه الفاضي يقولها هذه راسيتي راسيتي ديال المغدر هذه كامله دايرين محقور كاع كيف كيف انا دايرين محقورين احنا دايرين محقورين دايرين كيف دايرين تاع التراب شكون اللي عوضنا انا كنت دايشوف فينا كاع شكون اللي عوضنا دايشوف فينا كاع اخويا شكون اللي عوضنا شوفوا تاعنا شكون اللي عوض شكون اللي عوض الفريج دار اللي طرد اللي عوض راني تاعنا ونضرب ما بيهاش كراج هذا البلاصه ورا من اللجنه اللجنه ورا رايح جاي نخرج تحت جايين يحبس هذا انت هو تاع الكليرات يحبس لازم يحبس هذا ورا اللجنه ما كانش ما عندناش اللجنه هنا اللجنه انا طبق كريم قال لك جيب لي كروسه ودوني بها الماء الوالي دراري تاعنا ونتوهم دراري دراري ونتوهم انا خش تاعنا سمعوا انا نجيب لك انا فيك باش نديك الولية الولي على ما جيناش هنا راه الزبده على ما جيناش هنا ما قلت لا يجينا حنا انا الزبده راه ما نعرفوش اصلا كاع ما نعرفوش ما كاين والله ما نعرفوش شنو راه يجينا هنا كاع بالله ما كاينش يجينا هنا لا لا اللي كاين تاع المقدس شوفوا لنا شويه ديما المطر كيما ها ديما شو ما يصب المطر كيما ها كل واحد المطر كيما ها حنا وين اللي بلاد ديال هذه بلاد الدوله بلاد الدولة قال لك المير قال لك كيفاش هو انا ما كنتش في الواد انا ما كنتش شنو في الواد ما انا وين نسكن وين نسكن هكا 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 البلدية هكا ياسين رئيس بلدية هكا كيما هكا يقول لك السكنة هذه بانيتها الدولة ويقول لك ما تسكنوش في الواد ما هما موش حديد هذا كاع الوالي جا صباح هنايا قال لهم قال لهم كلمات قال لهم انا نخطر من راجي هاك نفيك ما خير بصح هو شنو يا عاد عاد الولايه وعاد الاخر كيما يخدم لهم في الكودو يسلم تفليقه راه جاي ويسلم في البريك ويزيدوا فيها خاطر جمع الزاويه على بالو بها جمع الزاويه يا ياسين جمع الزاويه على بالو بها كاين انا نخدم واحد يوم يروح لا 15 يوم يروح الوالي يا ياسين شوف اسمع يا ياسين اسمع هذا راه جوج ديال راك خطرهم هذا جوج ديال راك خطرهم هذا كنت تدخل الحي كامل اروح على حبه كيفاه هذا بوردير 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 هذا
طبيب يا شو يبرر يا شو يدرونا في يدرونا في بروشي تاع كراج انا خصنا كراج احنا دركي انا رخصت الكراج هنا انا اسمي انا بها رخصنا الكراج باش تديروا لنا فلوس تاع كراج وديروا لنا في الكليرات ورانا انا مقبولين ها انتم دوروا معي ها 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 هذا سيرها من يجيبوا لي كومبريسور وملحق ملحقوش هذه كومبريسور هذا تبدا شوف شوف الحال شوف ادخل الشومبر هنا ادخل الشومبر خلي مولك الحاجة ادخل لي الحاجة ادخل هذه 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 شوفها شوف راه كل شيء عوم شوف انا ديالي عملت لي بلادي لي قراو ما بعد لهم لا كتاب لا حد لا والو لا فراش لا حتى حاجه ونفس الازمه هو وحدانيه وحدها قالت ناس ركزوا فيها شوف شوف الحاله تاعنا شوف الجزائريين وراهم شوف الجزائريين وراهم شوف كيف راح طاح من مشات قبل لي باه بس قيد ولد الجزائر ولا غير ما عاد ولد الجزائر وهي زعما عملت لي راه ربع بنات يقراو بحال كاع كيما يقولوا في ايامات تاع امتحان ما بعدت تنظر حتى حاجة حتى لبسة لا تشوف لا حاجة كل شرى وهذه الأزمة ما هيش جديدة حتى وشيها لازم يخرجوا الناس هي راه دار لها 15 عام ولا 16 عام بس ظاهرة راها كاينة قدام مرة خرج ايه هذا المال هذا المال ما جابوش من المصور جابوش الستينات ايه 88 كيما من 88 رانا صارينا كيما هذا المشكل حتى واحد ما على بالو بينا ولا محفوظه ولا عاونونا ولا بدلونا حتى واحد ما على بالو غير المشكل يشوفوا لنا الحل وراه لا رانا مواطنين يشوفوا لنا المشكل هذا ولا رانا مش مواطنين ثاني نقولوا نعرفوا كيفاش نحكوا لنا حتى يا ربع غير يحل هذا راه مشكل ماهوش مشكله هذا المشكل راه علاه هذا علاه هذا راه مواطنين ولا ما راناش مواطنين لا رانا مواطنين يشوفوا لنا المشكل هذا يحلونا لا رانا مش مواطنين ثاني يقولوا مش مواطنين روحوا نفركوا هناك باسو ولا شوفوا تروحوا والله عندو سبحان الله العظيم هذاك رانا مواطنين مو تاع الولي الاول هذه مو تاع الولي الاول الحل تاع الولي الاول هذا هو قال لكم الحل هذه الازمه وين الحل تاع حتى واحد ولا باين حنا نزلنا ما حنا عندناش المشكل هذا يبقى هذا المشكل ما هذا المشكل ما راحش ورا من المسؤولين هذا ورا من المواطنين ورا من المخلصين جاو شافوكم ولا جاو شافونا ب 88 هم يجوا يشوفونا ورا المشكل هذا يحلوا لنا هذا المشكل لا ما كانش رجال ما كانش مواطنين ما كانش مخلصين علاقش نحن راح كامل علاوة إلا راه وراهم المخلصين هذو وراهم المسؤولين وراهم أبقى يبقوا في السيدة هاي الجمهورية يبقوا فيها برك كل واحد يقول لك أنا ندير يدير برك يقول تحية بدال يقول تحية بكمه تقلبه ما يقولهاش ما كانش المخلص راح من 62 خلاص ما نزلش المخلص ما نزلش كاش مخلص كاع ورا من الإخلاص ورا من المواطنين ورا من الرجال ورا اللي راهم في قزة مش كيما حنايا اللي راهم في قزة في الاستعمار ومش كيما حنايا ألا ورا من الرجال ورا كاش دراهم ما عندناش دراهم ما عندناش الآلة ما عندناش الماتريال ما عندناش يقعدنا كل خير الحمد لله ألا خيرنا ياسر وشرنا ياسر شوف تفضل شوف المستوى تاعو هذا
على بالي كيفاش يخدم عليها انا ما كاينش يحس بيه كل واحد يقول لك عمر بالسكاره كل واحد يخدم على نفسه يخدم البلاد والمواطنين والشرفان عايشين كل واحد يخدم مصلحته في البلاد ما كاينش مواطن مخلص كاع خلاص لا مسؤوليات لا يديروا فيها في بروجي اللي في بروجي انا يا تاع هذيك لي راج اللي بروجي انا تاع كارلاي اللي في بروجي تاع قود كل عام يبدل لي في القود ما تبدلليش القود واخدم لي قبل هذه السيدي يلا سيدي سمون بكري ما خدموهاش سيدي سمون تاع الماء راه مش 82 سيدي سمون تاع الماء سيدي سمون كيما تاع الصرف الصحي راه من 79 من 79 وين ما قداش حدود هذه هي وتبقى كيما هاك بدا السلطات نفسهم هو تبقى هي كيما هاك ثلاثة الصباح وين وليداتنا قاعدين واقفين مساكين ها شوف ها عادي قدام قمطار تاع سينا ضاعت لنا هنا شوف ها عادي العائلة قدام السماء هاي السيما ولينا حتى نقلقوا بها شوف ولينا السيما نقلقوا بها بالسماء هاي ورا شوف شوف المطار على البر شوف القش ورا مليون في البر شوف شفنا وراه الداخل ثاني مليان يعني قام العواير راهم داخل والله كون دخلتك تشوف قاعد كله خراني من ديما كيما هكا من المشكل هذا ايه دائما دائما وجي الرئيس تاع الحي وقلنا له هدرنا معاه قلنا له يا ودي يا معلم ورا من الحي ما كانش مع الحي ايه اروح تشوف تشوف الاحداث اللي رانا فيها رانا مش خطره ولا زوج رانا ثلاث خطرات ولا اربعه يصرى لنا كيما هكا وزيدوا احنا لي زونطافير هذو نولوا يبززوا فينا قال ما يهبطوا الضايا جابوا ردوا لنا لهم والله كيما نقول لك ايه ايه حقيقة والله كيما نقول لك ما كانش الماء يجي هنا وهما جابوه لنا من بعد داروا له بروجي تاع مش عارف شحال مليون عذبوه والنتيجة زيرو هي هي عذبوا جعبوا ولا ما عذبوها ما كاين والو ايه ما كان حتى حي قصروا عليها زوج ملاير ايه قصروا عليها زوج ملاير بعد المدخول خلي شوف هذا صحيح هذا ما انتهى حاضر قال الازمه ذي اللي انا فيها من الوقت شحال عندكم متحرك رمت خطره عندكم بيك بوك شحال خطره هاك شوف فيها هذيك لامين هذيك لامين وحيه راك شوف الحال هذا بوي عيال بوي بوي عيال وزوالي ومريض فهمت وعنده العيال ياسر راهم كيف عاولة ثمانية هنايا ما لقيناوش ندير راك في واحد العام شفت الفيديو تاعك انت الحاج في الانترنت نفس المشكل هذا نفس المشكل الفيديو حتى راه في الموقع تاعي بعد تتكلم على نفس المشكل صرا لك يعني اليوم كيف كيف نفس الشيء نفس المشكل نفس المشكل ونفس المشكل منه وجاي ثاني ونفس المشكل منه وجاي دعم هذا قول له دعم هذا اللي راهم يمدوا فيه يمدوا فيه الناس اللي لاباس فيها احنا اللي مضرورين لان قداه سنه ما عطاوناش حاجه كما نقولوا نستنفعوا بها طالبنا حتى الدعم هذا وعود يعطونا الواحد او حتى معقولنا حتى فيها جاي مدل كل مطر كما يشربنا نفس المشكل نفس المشكل هذا في مشكل احنا عندنا مشكل عندنا هذا نحونا عندنا المشكل تاع الماء نحونا هذا واش حوته ما طلبوا حتى الماء هذا من تشقلنا ديارنا تشقلنا عاد البيبان دوك الاطوال احنا لا لا عندو كروسه تروح لا عندو سلعه عاد تروح انا 10 ناطر في الدار دايرين تحتي ما نقدر من هكا ممكن راح ولا قرر في مشاكل حاجه ما تبغاش لك مليحه لا في ديارنا لا في عدد زقاق راك تشوف اذا قدام وكما عدناش راه داخل المنقبل هذه خدمتنا احنا الغرفه تاعنا نتبعوا في المنحوا بها سلام ايوه صار عندك ولا تعال نتاهم عندك الكومبرا مرقم مالك ما عرفش شوف ما عندي ربع ولا خمسه نطلبوا في الدعم نطلبوا في الدعم وحيا ما حيا كنا من تنادي من وقتها تضرب البيدون ده من وقتها يوم ايه
من بدا يقطع الصباع من بدا يقطع الصباع حتى نتيجه من اللي بدا ينطق مازال ما كملش مازال ما كملش وهذا السي عبد الرحمن نعاونوا به راه المعاونه ما راهش نعاونوا على الحي والشبيبه تاع الحي تصرف بها قاعد هي هذا راه قاعد بعد الحي ها هما المطاف ها هما المطاف ورانا ما لحقناش صابت خطفهم دوك تجي دوك تجي الان ما لحقوش البر ما لحقوش ما لحقوش البر برا مع قبل ما كملوش من الدار من البر ويكملوا واش باقينا كم لا كم ما تكفيهم شي تاع بومبي واحد ياك في حي كيما ذا مردوم راه من ثلاثه تاع الصباح ما خرجش خلي البر خلي البر ما خرجش راه قاعد نجيو نتعاون في الحي ورانا دايما كل ما يسمى المشكل هذا نتعاونوا ببعضنا لا سلطات لا دولة لا تلك رانا نقلبوا غير روحنا في الأزمة هذه ممكن يتغير ما عندنا حتى حل وين رئيس البلدية يقول السكينة لو قالك شكاوى الرسمي تقولوا نهار الانتخابات تتعبوا الشعب لمن تتعبوا الشعب اللي ينتخب عليكم ونهار المشكل كما هاك شوفوا الربي قال لكم انا اللي قال لكم تسكنوا في الواد ايوا قال لكم هاتوا ما سكنتوا له هاتوا الدوله هذا موش بني فوضوي راه موش بني فوضوي راه بني تابع البلديه حيروا فينا ما 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 مخليهم مقبلين باه يقبلوا به ما يقبلوش ومطلعين طالعين به كيما قالوا راه وزن قالوا هاي وين عندنا لي مويا باش خليهم يديروا دي سي بوين يقبلوا به اروح لهنا اروح لهنا سهل شوف الازمه تاع هذاك راني من كل يوم اللي يسب لي وهذا يشيرنا كنا زين من قرده وين ما تصب المطر مين ما تصب لي يطلع مني قدامه 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 روح هناك قال لهنا حمد روح ادخل ما تخافش ادخل روح قدرت تكلم الحاج ملي تبدا تسبني وكيما زي كيما راك تقدر فيها في الحية هذيك وانا مريض شوية مريض ويسب عليا هكا وراه عدو 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 مو فايت القرن انا قرفت نهارها عاد الجيران غندر لقينا عاد الجيران علما ولا سمع لها تضرب بها هو وحداني راه تخليك المطر كامل هاي نص متر هنا نص متر هذه ترى من عبارة خرجوا بها شمبرة يعني هابطة شمبرة هابطة كما راك الكرعين هذا ولا ثلاث تاع الماء كما راك تجي واحد 40 سنتيم هذا يا نتاع واحد 40 سنتيم هذا كما ويطلع لي الماء من هنا هذا الماء هذا الباب تاع الطايق من هنا يخدموا انا نخدم الروح اذا نخدم الروح نخدم الروح وطار الروح وهذا كما يسب المطر هذا تقدر فيه يجي لي يطلع الماء ما عاديش وين نروح نهرب من هذا نسكرها ونهرب منها نروح من هنا وين تروح؟ نروح للجيران نروح نباتيها عند الجيران عند الجيران راه مو راه مو قلت لي الجيران درتينا عند الجيران رميتو قش رميتو وجبتو واحد اخر يعني دائما كيما نفس المشكل ثبت ياسر انا مرت شالي القش ما لحقتش عليه لا نخرج من البر ولا نمنع البر ما كانش وين سينو حيد وين سين قل لي لا تضرب بها ورا وحده راه غا المعاونه تاع الجون تاع الحي راه كتصل الجون تاع الحي الجون تاع الحي راه مسؤول راه ما يعاونوا فينا شويه معناه والله ما قال لي الجون تاع الحي ممكن مخلف لي جون راه ما كان حتى احنا المشكل هذا رانا دائما نتخبطوا فيه المشكل هذا ونتمنى من السلطات تشوف لنا هذه المره وتشوف لنا معناها تشوف لنا زين ما تشوف لنا معناها قبل الهضره تشوف لنا بالفعل ضغط وحنا ثاني رانا ما رايحين نسكتوا هذه المرة مش راح لازم يحلوا لنا المشكل تاعنا هذا لازم يحلوا لنا المشكل تاعنا وقدوة رانا عند الولي بربي ان شاء الله وكاع الحي كامل عند الحي عند الولي قدوة بربي ان شاء الله لازم يحلنا المشكل هذا مش نقعدوا احنا في المشكل هذا دائما العام 12 في نفس المشكل علاه قعد مش حقه ما نسو زيرين عندنا الحق ولا نسو زيرين كرهناه الخير كرهناه عشان واحد كرهنا رواحنا كرهنا ديارنا كرهنا 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 كرهنا
ما عندناش حق هاك تغزو في المرضى مو عندها قرن هذا تغزو فيه راه مو عندها قرن انا ربناها عطيناها عند الجيران هذا انسان مريض نسيتو نجيب لك بابي مريض راه ياسر مرضى هنا ياسر راه ياسر يا جماعه ياسر راه ضغط علينا راه ضغط علينا ياسر شوفونا شويه شوفونا شويه سيدي اذا كان عندنا حق في الجزائر شوفونا شويه اذا ما عندناش حق قولوا لنا بيننا والله